لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ننتقل الآن إلى المبني من الأسماء. الأصل في الأسماء أنها معربة، بس في عندنا كده مجموعة أسماء اللي هي أسماء الإشارة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والضمائر، خمس حاجاتهم. هذه هي الأسماء المبنية. بتبنى على إيه بقى؟ بتبنى بقى على أنواع البناء. إحنا قلنا ممكن تلاقيها مبنية على الضم زي نحن، ممكن تلاقيها مبنية على السكون وهكذا، يعني كل بيه بحسبه. يعني أنت مبنية على الفتح، من اسم استفهام أهو، وممكن يبقى اسم شرط برضو، من يعمل خيرا أو من يعمل سوءا يجزى به، يبقى هنا استعملت اسم شرط، وتستعمل اسم من هذا، وتستعمل أيضا اسما موصولا بمعنى الذي. طيب يبقى إذن عندنا الأسماء المبنية الضمائر وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. الكتاب بيبدأ بالضمائر، بس أنا لأن الضمائر فيها تقسيمة كده هيقول لك بقى ضمائر التكلم والخطاب والغيبة، وبعد يقول لك إن ضمائر التكلم ديتي منها المتصل ومنها المنفصل، وضمائر الغيبة منها المتصل ومنها عشان هي التقسيمة ممكن يكون فيها شيء كده من طبعا زي ما اتفقنا بسيطة خالص ومعلومة بالفطرة بالسليقة. يعني مش معقول خالص إنها تلقى واحد مثلا ابنك الصغير بيقول لك اديني التليفون دي، لا لازم اديني التليفون ده، مش هيجي مثلا بعد كده يقول لك ناولني الملعقة ده، لا هي هيجي دي وهكذا. اقصد ايه؟ ان الموضوع ده تذكيرا وتأنيثا وانفصالا واتصالا، والمسائل دي كلها غيبة وحضور وتكلم ما فيهوش لبس. يعني حتى التقسيمة دي حضرتك لو معرفتهاش لو لقيتها هتعمل لك ايه، هتقوي عندك شعور ان النحو صعب، عديها ما فيهاش مشكلة. وكده كده السؤال اللي هيأتي فيها هيبقى في متناول حضرتك جدا في إجابة، هيقول لك مثلا ضمير خطاب متصل، هتقدر ساعتها لأنك انت دلوقتي في صورة واحدة هتقدر تطلعه إن شاء الله بإذن الله من القطعة بسهولة، وإحنا إن شاء الله بإذن الله هنقدم لها تقسيمة يسيرة. بس خلونا الأول قبل ما نحط التقسيمة دي نتكلم عن أسماء الشرط وعن أسماء الموصولة وعن أسماء الاستفهام وعن أسماء الإشارة. أسماء الإشارة اللي بشاور بها على حاجة معينة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. أما أقول شاور على شخص واحد يبقى هذا، شخصان يبقى هذان. طب أنثى واحدة يبقى هذه، طيب اثنين أنثى يبقى هاتان. طيب جمع للمذكر أو للمؤنث هيبقى معانا إيه؟ هيبقى معانا هؤلاء. طيب هذه أسماء الإشارة. أسماء الإشارة مبنية على إيه؟ هذه مثلا مبنية على الكسر، هذا يقولون مبنيون على السكون، هذاني مبنيون، هؤلاء هذه الكلمات مبنية على الكسر. ده يدخل معنا في أنواع البناء، برضو ما تشغلش نفسك بأنواع البناء، اللي يشوف الكلمة مبنية أخرها إيه ويقول مبنية على كذا، مش هقعد أحفظ بقى إن هؤلاء دي ما لازم تكون مبنية على مية كده كده. أنا عمري الطول ما هنطق أقول هؤلاء قومنا، هؤلاء هاجي مثلا هذاني خصماني، هتحس إنها دايما برضو لا، حتى أنا هنا سهوت، هذان وهاتان ليستا مبنيتين. ليه ليستا مبنيتين؟ لأنهما مثنى، ممكن يبقى هذان وممكن يبقى هذين، بيرفع بالألف وبينصب ويجر بالإيه؟ بالياء. يبقى أي حد قال إيه بس مسكنا غلطة، لا هتعدي دي، بقول إيه أمزح معكم. عندنا بعد أسماء الإشارة عندنا الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة اللي هي إيه؟ اللي هي الذي واللذان واللتان واللائي. دي سموها موصولة إنها بتحتاج إلى أن توصل بعدها بجملة تبين معناها. لازم أقول الذي فعل كذا وكذا، لكن محمد الذي إيه؟ لازم جملة محمد الذي قال أو الذي فعل، لابد كما يقول ابن مالك في الألفية يقول وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. يبقى لازم أي اسم موصول محتاج بعده إيه؟ محتاج بعده جملة صلة، عشان بس بقول لحضرتك هو ليه سموه اسم موصول. أصل دايما النحو مش بيتسمى كده وخلاص، يعني النحاة بيسموا اسم الإشارة ده عشان هو بيشير،
بيسموا اسم الاصول ده لسبب، بيسموا اسم الشرط عشان احنا كده لو فهمنا المصطلحات دي هتفرق معانا كتير جدا. وانا بدرس المبتدا وبدرس الخبر وبدرس الفاعل وبدرس المفعول، انا لو وبدرس الحال وبدرس التمييز، انا لو عرفت ان العلماء ليه سموه ده تمييز ده هيفرق معايا، ده نص الدرس بس. يبقى اذا الاسماء الموصوله واسماء الاشاره واسماء الاستفهام. زي ايه اسماء الاستفهام؟ متى واين وكم، دي كلها ادوات استفهام. هي ادوات الاستفهام طبعا على فكره منها الحروف، الهمزه دي حرف استفهام مش اسم استفهام، وهل دي حرف استفهام مش اسم استفهام. احنا بنتكلم دلوقتي على اسماء الاستفهام، يعني هل والهمزه هيدخلوا معانا في الحروف المبنيه، لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن اسماء الاستفهام. وعندنا كمان اسماء الشرط. يعني ايه اسماء الشرط؟ يعني من يعمل سوءا يجزى به كما قلنا، زي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. وبرضو الأدوات الشرط منها الأسماء ومنها الحروف. يعني إن ده حرف شرط مش اسم شرط، إن هذا حرف شرط وليس اسم شرط. الشاهد إن أسماء الشرط دي هي الأسماء، زي متى تذاكر تنجح، زي مهما تفعل، زي أينما تكون يدرككم الموت، دي كلها أسماء أسماء شرط. تعالوا بنا الآن نلقي نظرة سريعة ويسيرة على الضمائر. الضمائر لها كذا زاوية تقسم من خلالها، يعني لو هتكلم على خطاب وتكلم وغيبة هيبقى فيه تقسيمة. يعني ايه خطاب وتكلم وغيبة؟ انا عاوز اتكلم عن نفسي، عاوز اكلمك اكلم حضرتك، عاوز اتكلم على واحد تالت، احنا واقفين كده مثلث، انا واقف بتكلم مع حضرتك. لو اتكلمت عن نفسي يبقى دي ضمائر التكلم زي انا ونحن، لو اتكلمت عن حضرتك يبقى دي ضمائر الخطاب زي انت وانت وانتما وانتم وانتن. طب لو اتكلمت على واحد بعيد عنا، الطرف الثالث اللي مش حاضر في الحوار، هقول هو غائب، هي غائبة، هما غائبان، هم غائبون، هن غائبات. يبقى إذن التقسيمة دي تقسيمة معينة، إن تكلم وغيبة وخطاب. في تقسيمة تانية اللي هي متصل ومنفصل، الضمائر منها المتصل ومنها المنفصل. يعني إيه منها المتصل ومنها المنفصل؟ هي أنا لما أقول كتابهما، لما أقول كتابهما، هما دي اللي في كتاب دي ضمير متصل، غير لما أقول أنا وأنت ونحن وأنتم. طيب تعال بقى كده سريعا يعني هذه التقسيمة اللي هي المتصل والمنفصل، ونحط بقى نشوف إيه ضمائر الغيبة احنا هنحط المتصل منفصل مع متكلم وغائب وخطاب. بقول لك هي تقسيمة متشعبة، ولا تشغل نفسك بها كثيرا، لا تشغل نفسك بها كثيرا، لأن ده أمر معلوم بالإيه؟ معلوم كده بالفطرة وبالسرقة، بغض النظر عن 20 فرع اللي احنا بنحكيهم دلوقتي. ضمائر منفصلة زي أنا ونحن ده تكلم، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن ده إيه؟ خطاب بكلمك. طيب غائب بقى يبقى هو وهي وهما وهم وهن، ده على فكرة نصف الضمائر المتصلة. فيه نصف المنفصلة، نصف الضمائر المنفصلة يعني مستقلة، فيه نصف تاني اللي بيبقى مع كلمة إيا. أما أقول بقى للتكلم إبقى إيايا وإيانا، لما يبقى لحضرتك للخطاب يعني هيبقى إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن. طيب لما يبقى لما يكون للغائب هيبقى إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، يبقى نقدر نقول الضمائر منها المتصل ومنها المنفصل. الضمائر المنفصلة المستقلة نوعان، اللي هي العادية خالص أنا ونحن، أو المتصلة بإيا. وكل نوع من دول هنديله تقسيمة التكلم وتقسيمة الغائب وتقسيمة الخطاب. ننتقل إلى الضمائر المتصلة. يعني إيه متصلة؟ يعني لازقة في الإيه؟ لازقة في الكلمة لا تنفصل عنها. برضو هتدخل معانا الضمائر المنفصلة دي لها تقسيمان، وكل تقسيمة منهم منها التكلم والغيبة والخطاب. لا إله إلا الله، احنا كده السلوك هتدخل في بعضيها؟ لا مش هتدخل إن شاء الله ولا حاجة.
ثواني بس كده معانا، واهدى كده خالص وتلقى الموضوع يعني فعلا، وخد نفس عميق، ما تسمعش من تحت تأثير الايه العقيده الراسخه عندنا ان النحو صعب وكذا. الموضوع بسيط جدا، انا بقول لحضرتك ان الضمائر المنفصله دي يا اما تكون زي مثلا كتبت وكتبنا، ده بالنسبه للتكلم. طب اللي زيها بالنسبه ليك، هكلم حضرتك واكلم الناس اللي معاك، هيبقى كتبت وكتبتي وكتبتما وكتبتم وكتبتن. كل الضمائر دي لازقه في الفعل بتاع كتب. طيب الغائبين بقى، هقول كتبوا، الاول كتب هو وكتبت هي وكتبا هما وكتبوا هم. للغائب يعني بحط لك الضمير اللي يعني ضمير غائب، مش هم دي كنا بنقول عليها ضمير الغائب. وكتبنا هن، هن اللائي كتبن هذه الايه هذه الرساله. يبقى الثلاث انواع اللي انا قلته او الصور اللي انا قلتها دي خاصه بالفعل، لا تاتي الا مع الفعل، لا تاتي الا مع كتابة. لكن في نوع ثاني من الضمائر المتصل ينفع يجي مع الفعل وينفع يجي مع الاسم وينفع يجي مع الحرف، ما هوش مختص بالافعال. الضمائر اللي احنا ذكرناها دي بتتعرف دايما فاعل 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 فاعل، فطالما بتتعرف فاعل لازم تيجي مع الفعل. طيب قول لنا كده الموضوع فعلا بيتداخل وبيتشعب؟ لا ان شاء الله مش هيتداخل ولا هيتشعب. قول لنا ايه بقى الضمائر اللي ينفع تدخل على الاسم وينفع تدخل على الفعل وينفع تدخل على الحرف وهي مع ذلك ضمائر متصلة وهي مع ذلك بتنقسم إلى تكلم وغيبة وخطاب؟ بص بقى ما تصعب ليش الموضوع، حضرتك كده اللي بتسمع انت اللي هتصعب لنا المسألة. لا الموضوع سهل، مش عاجبك الدرس سيبه ما تذكروش، لكن ما ايه ما يقفلش نفسك عن الكلام بتاعنا يعني. فبقول زي ايه لما اقول خد المثال ده كده، انا عاوز اتكلم على الضمير اللي هيقابل انا، مش احنا قلنا اتكلمنا خالص في الضمير وتقول ان انا ونحن وانت، خليني في انا. اما اقول لحضرتك كتابي لي يعلمني، كتابي لي يعلمني، كتابي الياء دخلت على كلمه كتاب اسم اهي. طيب لي مش اللام حرف جر، الياء برضو هي ده، هي الياء اللي في كتابي هي اللي في لي. يعلمني، يعلم مش يعلم ده فعل مضارع ولا ايه؟ دخل معاه ايه؟ معاه الياء برضو. يبقى اذا الياء دي ينفع تدخل على الاسم وينفع تدخل على الفعل وينفع تدخل على الحرف. ده بالنسبه لايه؟ للمقابل لكلمه انا يقابلها الياء، ياء التكلم دي تنفع على كله. طيب نحن هيقابلها نا ينفع ان انا اقول ايه؟ كتابنا لنا يعلمنا، دخلت على الجميع. طيب ايه كمان عاوزين بقى؟ احنا كده خلصنا التكلم، خلاص كتابي لي يعلمني، كتابنا لنا يعلمنا، اللي مقابل انا ونحن خلصنا. بقينا اللي مقابل انت وانت وانتما وانتم، هنقول ايه؟ كتابك لك يعلمك، كتابك لك يعلمك، كتابكما لكما يعلمكما، كتابكم لكم يعلمكم، كتابكن لكن يعلمكن. اقصد ايه؟ ان كتابكن الاسم الكاف جت في كتاب اهي، كنا لكن يعلمكن، وهكذا. يبقى اذن الضمائر في الاصل نوعان، متصل ومنفصل. المنفصل ده نوعان اللي هو زي أنا ونحن وزي إياي وإيانا، والمتصل ده نوعان، منه ما يختص بالفعل فقط ومنه ما لا يختص بالفعل ولا بغيره، بيدخل على كل حاجة. وكل الضمائر دي منها التكلم ومنها الغيبة ومنها الخطاب. التكلم يعني أنا بتكلم عن نفسي، الخطاب يعني بخاطب حضرتك بوجه الكلام لحضرتك، الغيبة يعني بتكلم عن طرف ثالث ليس مشتركا معنا في الحوار. نلخص ما قلناه في أصناف المبنيات: الحروف كلها مبنية، الفعل الماضي مبني على الفتح، الفعل الأمر مبني على السكون، الفعل المضارع يبنى إذا اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد، مع نون النسوة يبنى على السكون ومع نون التوكيد يبنى على الفتح، والأسماء الأصل فيها الإعراب، ولكن هناك أنواع خمسة من الأسماء تسمى الأسماء المبنية، هي أسماء الإشارة وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأخيرا الضمائر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.